قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إنه تم استئناف العمليات في مطار بن غوريون بعد تعليق دام لعدة ساعات جراء هجوم نفذه حزب الله. أضافت الهيئة أن الطائرات التي تم تحويلها إلى مطارات بديلة ستقلع وتعود إلى مطار بن غوريون. في الأثناء قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو في تصريحات صحفية إن الهيئة تجري تقييما دقيقا لما يحدث في المنطقة، مؤكدا على أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة وأمن الطيران وحركة الملاحة. أضاف مستو أن الملكية الأردنية علقت رحلتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى إشعار آخر بتوصية من الهيئة التي تقيم حركة الطيران على نحو مستمر. هذا وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أنه لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار بيروت، إنما هناك تأجيل لبعض الرحلات والمطار يعمل بشكل طبيعي. في السياق أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إلغاء 10 شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل صباح اليوم.